سؤال جميل جدا 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 جدا، جميل جدا. ليست الإشكالية في إدارة المستشفيات أو في الجودة الشاملة، الإشكالية ربما في الأشخاص، في المجتمع. طبعا مشكلة الصيدلة، ولنكون واقعيين، وأنا أشكرك على هذا السؤال المرة الثانية، مشكلة الصيدلة أن الواقع التطبيق العملي لمجال الصيدلة ليس كما هو مطلوب، وما زال دون المأمول. طبعا كلنا يعلم هنالك إشكالية كبيرة، كلنا يعلم أن الناحية العلاجية أو الناحية الدوائية، الصيدلة هم أكثر خبرة في هذا المجال، لكن تجدهم يصطدمون بالواقع، أنه ما يعطى زي ما تقول كذا أثورتي أو صلاحيات عملية. ربما الآن في برامج الكلينيكال فارماسيست أو الصيدلة الكلينيكية، وأصبحت الآن مثلا الطبيب يشخص الحالة التشخيص، ثم يذهب إلى صيدلي كلينيكي مثلا في الباطنة، أو صيدلي كلينيكي في الأطفال، وذلك الصيدلي الكلينيكي يحدد له العلاج، ولكن ما زال دون المأمول، يعني الأعداد ما زالت قليلة. فأنت تجد أن المجال تدرس أنت كم هائل من المعلومات، ثم تأتي للميدان لتطبيق ذلك، ما تجد يعني الميدان يخدم دراساتك التي أنت درستها. فربما البعض يعني فعلا كما ذكرت أنت يتجه، أو مسيرة الحياة يتجه إلى اتجاهات أخرى، ربما هذا أحد الأسباب أن الميدان ما زال دون المأمول. يعني هنالك إشكاليات تطبيقية كما ذكرت لك الآن، الآن حتى على مستوى الفارما دي، يعني هذه صيدلة كلينيكية المفترض أنه يطبق داخل الأجسام. الآن بدأت حتى في صبية، عندما كنت في إدارة المستشفى تخرجوا مجموعة، وكان مجموعة من الصيادلة، البعض يطبق في أجسام الأطفال، البعض يطبق في أجسام الباطنة. الآن في صيدلي موجود هناك، أحد الزملاء في قسم العناية المركزة، لأنه الصيدلي وكما تعلمون هو الأخبر بالجرعات الدوائية، بالأفضل من العلاجات، بالاستخدام الأمثل للدواء. لكن ما زال الأعداد أيضا لا ترقى للمأمول، وما زال أيضا التفعيل الميداني دون المأمول، فربما جعل ذلك البعض يذهب إلى مجالات أخرى.